Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, σας ακούτε την φωνή της Ελλάδας. Τενάς τα ραβικά, σαμπαχ الخير إليكم من نشرة الأخبار من إذاعة صوت اليونان يوفيكم بها وليد إلياس. اعتبرت اليونان الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين كل من تركيا وليبيا بتقسيم مناطق النفوذ والمصالة في البحر المتوسط بينهما انتهاكا للقانون الدولي البحري، ووصفت مصر وقبرص الاتفاق بأنه غير قانوني، في حين قالت اليونان إن مثل هذا الاتفاق مناف للعقل من ناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت المائية بين الساحلين التركي والليبي. وصرحت بذلك مصادر بوزارة الخارجية اليونانية لوكالة الأنباء المالية أمس الخميس. وكانت أنقرة وحكومة الوفاق الليبية في طرابلس تسيطر على جزائر فلسطين من ليبيا، وقعت اتفاقية الأمن والتعاون العسكري المشترك. نظم أيضا وضع حدود لأماكن النفوذ داخل البحر المتوسط. وفقا لتصريحات وزير الخارجية التركية مولود شاوشغلو، فإن تركيا تسعى من خلال هذا الاتفاق للحفاظ على حقوقها في شرق البحر المتوسط ضمان المشاركة العادلة في الموارد الطبيعية بهذه المنطقة. ونشر العديد من وسائل الإعلام اليونانية تفاصيل الاتفاق، وتمثل أثينا وجهة النظر القائلة أن تركيا وليبيا ينتهكان بهذا الاتفاق جرف القاره اليوناني جنوب جزيرة كريت. وفقا للتفسير التركي، فإن جزيرة كريت ستمتلك جرفا طريا وراء مياهها الإقليمية على حد قول تركيا. ويعتقد أن كميات كبيرة من الغاز الطبيعي جنوب الجزيرة اليونانية تمتع كل منها وتركيا بأدوات خلف خبرات أساسية الناتو، وترك كل من قبرص وإسرائيل ومصر في الاتفاق أيضا اعتداء على مصالحها. أعلن نائب وزير الخارجية اليوناني للمغتربين أنتونيس ديمتر